ينضم معنا من اسطنبول لحديث عن التوقعات بتأجيل الانتخابات المبكرة وتفاقم الصراع السياسي بين الأحزاب الحاكمة. ينضم إلينا السيد نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نظير، بداية مرحبا بك. رغم تأكيدات الحكومة، نواب يكشفون أن الانتخابات لن تجرى بموعدها في شهر حزيران المقبل، ويتوقع إجراؤها طبعا في نهاية العام المقبل. ماذا يعني ذلك على مستوى المشهد السياسي في العراق؟ حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني هذا الأمر متوقع، ومن الأول كان يعني هذه الأحزاب السياسية ومن ضمنها هذه الحكومة التي جاءت من رحم هذه الأحزاب كانت في يعني في نيتها تبيت لموضوع يعني إقامة الانتخابات في موعدها المقرر كما ذكرت. وهذا الكلام الذي يقولوه على انتخابات مبكرة ما هو إلا يعني الضحك على الناس وعملية تسويف لمحاولة امتصاص زخم الجماهير. لكن يعني الذي يقعون فيه هذه الأحزاب من مغالطة، وكأنما يعتقدون أن ما خرجت إليه الجماهير هو مجرد حصول انتخابات مبكرة، لكن حقيقة الأمر ما خرجت الجماهير إليه هو إسقاط هذا النظام برمته. وكان يعني بعض المتظاهرين يقولون إقامة انتخابات مبكرة ولكن ليس على الشكل الذي ترتئيه هذه الأحزاب. فلو كانت هناك انتخابات مبكرة أو غير مبكرة فهي الشخصيات والأحزاب نفسها. طيب ما الذي كان يمنع الحكومة من حل البرلمان أولا ثم التوجه لانتخابات مبكرة في ظل هذا الصراع السياسي المحتدم؟ يعني حل البرلمان يعني إذا ما أقدمت عليه الحكومة ربما سترتكب يعني حماقة كبيرة، ربما يعني والله أعلم يعني تودي بالنظام. لذلك كانت آخر شرعية يتمسك بها النظام هي يعني هذا المجلس البرلماني. لذلك كان هناك خط أحمر في موضوع حل البرلمان، وسوف يستمر هؤلاء النواب ويستمر هذه الأحزاب بهذا الذي يدعى مجلس نواب إلى حين موعد الانتخابات المقبلة في تاريخها المحدد. وبالتالي يعني تكون هذه الأحزاب قد أخذت فرصتها من السرقات. طبعا ما الجديد في الأمر؟ يعني انتخابات كثيرة حصلت في الماضي منذ احتلال يعني منذ السنين التي مضت، ولكن لم يحصل أي شيء، لم يتقدم أي شيء في العراق، كله في تراجع كبير. يعني هنا الصدر يريد أن يرمم البيت الشيعي كما يقول. إذا كان مفترضا بالانتخابات ونتائج هذه الانتخابات يعني ألا يعني تفرز محاصصة سياسية طائفية مرة أخرى، ما الذي سيتغير؟ يعني هذا هو أيضا مرد الذي يعني التردد الذي فيه يعني الجماهير العراقية بأنه ما الجدوى من انتخابات جديدة تعيد نفس الأحزاب ونفس الوجوه مرة أخرى، ويبقى الفساد كما هو، ويبقى الحال المأساوي في العراق كما هو أو ربما أسوأ. لذلك تجد أن الجماهير يعني لا تستبشر خير في انتخابات مبكرة أو غير مبكرة. الجماهير ما تطلبه هو يعني إزالة هذا النظام بكل رموزه وبكل يعني مؤسساته. الحقيقة الخدعة التي وقعت بها الجماهير العراقية ولربما جماهير دول أخرى هي موضوع الانتخابات المزيفة التي جاء بها الغرب على هذه الدول، ومنها دولتنا احنا العراق. الأمريكان جاءوا بهذه اللعبة لتتقاسم السلطة مجرد أحزاب في جميعها هي عميلة أما للولايات. هناك أيضا يعني نقطة أخرى مهمة، يعني النازحون يعني تهميشهم بهذا الشكل، البعض يرى أنه يؤكد وجود محاولات لاستغلال قضية النازحين أو استغلال النازحين أنفسهم. كيف يمكن أستاذ نظير لانتخابات أن تجرى والنازحون على هذا النحو لم يعودوا لمدنهم التي يشكلون فيها ثقلا كبيرا؟ يعني طبعا حتى لو افترضنا أن هذه الانتخابات هي وسيلة ديمقراطية لتشكيل حكومة تمثل الشعب، إذا لم يشارك فيها يعني شريحة هؤلاء النازحين الذين يقدرون بالملايين معناها هي انتخابات ناقصة ولا تمثل الشعب العراقي. ولكن أنا في اعتقادي أن هذه الأحزاب هي من تريد مشكلة النزوح تبقى قائمة،
لماذا؟ لأنها ستؤثر بنتائج الانتخابات لصالحها، لأن هؤلاء النازحين من غير المعقول أن ينتخبون نفس الأحزاب التي كانت هي سببا في تهجيرهم وفي نزوحهم عن أراضيهم. لذلك هذه المشاكل لا يمكن حلها في ظل هذه الأحزاب، والانتخابات لن تساهم في حل مشكلة. من المفترض أستاذ نظير أن يكون هناك سقف قانوني لكل يعني ممارسة انتخابية. مثلا التيار المدني في العراق يتهم الصدر بلعب دور تمارسه الميليشيات في حربه على الشارع وبعض الأحزاب السياسية. هنا نأتي إلى دور القضاء، دور القانون. لماذا يبقى الصدر وغيره بمأمن ومنأى عن محاسبة القضاء؟ ألا يجب أن يكون الجميع تحت سقف القانون؟ لا يمكن ذلك. نحن الآن نعيش في دولة ميليشيات، في دولة أمراء حرب. لا يمكن أن يكون للقانون دور أو سلطة على مثل هكذا بلد. يعني القانون هو بيد صاحب القوة، هو بيد الميليشيات، وإلا فما الذي يمنع القانون من تطبيق أحكامه على شخصية مثل مقتدى الصدر الذي هو متهم بقتل يعني شخصية معرفة وعليه حكم إلقاء قبض؟ وما الذي يمنع القانون من تطبيق أحكامه على الجيش المهدي الذي قوده هو مقتدى الصدر الذي قاد حرب لمدة سنتين، حرب طائفية؟ لذلك يعني لا سلطة للقضاء العراقي في العراق ولا سلطة للقانون ما دام البلد يعيش حالة يعني دولة ميليشيات أو دولة أمراء حرب. طيب أمام هذا كله أستاذ نظير، إلى أي مدى أصبح من الضرورة أن يوجد الحراك أدواته الحقيقية للتغيير بعيدا عن أي مشاريع يمكن أن تبعد الثورة عن أهدافها؟ يعني أنا كثيرا ما يعني تكلمت في هذا الأمر، أن شبابنا المتظاهرون يجب أن يتجاوزون هذه المرحلة، يجب أن يجدون لأنفسهم آليات ديمقراطية بمعزل عن ما تسمى هذه الدولة. فيجب أن يكون لهم تمثيل شعبي، ويجب أن ناطقين عن أنفسهم وعن الجماهير العراقية، وإلا فإن الاعتماد على انتخابات مزورة أو الاعتماد على قانون مسيس وعاجز فهذا الأمر لن يؤدي إلى نتيجة. على الشباب أن يعدوا العدة لإيجاد هذه المؤسسات الممثلة عن الشعب، وهم من تكون بيدهم زمام مبادرة، وأن لا يركنوا إلى أي حلول ممكن أن تكون لهذه الأحزاب وهذه الشخصيات المستقطرة في الدماء أي دور في مستقبل العراق. الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، نشكرك شكرا جزيلا.